ايه اللي حصل في تشيلسي ده؟ الله يخرب بيوتكو. انا مش قلتلكو ان كين بيشم ريحة ارسنال من بعيد بيفوق؟ رجع الراجل يحط جوان تاني اهو. الواد حط واحدة من بعيد في تشيلسي قصة. لا ولسه قدام ارسنال. صلاة على النبي كده، ارسنال دخل فيها 6 جوان في اخر 6 ماتشات. قلبي هيقف. والوايلد كارد بتاعي عمل حبة شغل. ما هو مش عايز اقول لك، كفاية كدب بقى. دخلنا على الحلقة، نشوف هنعمل ايه قبل الاسبوع ال 14 ده. الحمد لله بفضل الله لعيبة نص الملعب كلهم خيشوا. ايشي بقى هازارد على مارتيال على ريتشالسون كله معاك اوزيل حتى وكنت بتجازف مين ما لعبش الا نص ملعب واحد عندي للدوري سيتي طبعا 4-0 في ارض ويست هام الاسبوع اللي فات. وابن انا كنت هقول ابن اللذين عادي اجويرو جاب لي نقطتين هتشلني يا بعيد هتشلني. ستيرلينج بقى الناحيه الثانيه مولع خالص. الناس بقى شغاله على تويتر ده ابو صلاح السنه اللي فاتت ومش عارفه ايه هو ده النجم الجديد والنقط نازله ترف من حواليه. بس اقول لك على حاجه، السخيف جوارديولا هيبدل بينه وبين محرز هتشوف اسمع مني. طب لو عايز خيار امن وشغال بردك ساني اللي طالع ب 19 نقطة الأسبوع اللي فات، ستيرلينج 16، وغير كده بقى ساني مؤكد إنه هيلعب لأن أول ما مندي ما بيكونش موجود ساني ما بيتغيرش في ناحية الشمال، ما تفهمش ليه بس هي عنده تكتيك الراجل. والماتش الجاي قصاد بورنموث على أرضهم واللي خلى أرسنال تكسب بورنموث على أرض بورنموث هناك تخلي سيتي تحط على بورنموث في أرضها. فخ وولفز العظيم. طبيعي يا باشا، يعني وولفز هتلاعب اضعف فرق الدوري الانجليزي هادلسفيلد وعلى ارضها. كل بقى بتاع وولفز هيشتغلوا بقى. ايش اللي اخد باتريشيو جون وطلع ناس تقيله اليسون ومش عارفه مين، واللي لعب دوهرتي ورا وطلع الونسو برده وطلع ناس تانية، وخيمينيز بقى يحط له مثلا جون جونين، وفي اللي جازف وكابتنه، تقوم هادلسفيلد كسبانه 2-0. شوف القدر عايز يبوظ لنا اللعبه. ما هو اصل حاجات غريبه، يعني موي ده اللي راجع من الغيبوبه اخر جون جابه السنه اللي فاتت، جه المره دي جاب مش جون جونين. فاكرين موي لقرع ده اللي بيجي عندنا؟ هادلسفيلد تقريبا كل ماتشاتها السنه دي لو كسبت بتكسب واحد، الماتش ده 2. وخيمينيز طبعا الكره اللي دخلها جون مع ده حته دي جابت لنا شلل دي لوحدها، وده يعلمنا ان الدنيا مش هتمشي على مزاجنا كل اسبوع في الفانتسي. رزعت بقى الاسبوع ده هو سون. الراجل فايق قوي مع توتنهام وبيستقبل موسم مذهل ليه من السنه اللي فاتت الحقيقه. خلص بقى حوارات جيشه والحمل اللي كان في قلبه ده ورجع بقى يشتغل وفايق ويجيب جون خرافي اخرهم بتاع تشيلسي ده. ايه ده؟ ماديسون اتطرد يا اخوانا الماتش اللي فات. انا فلسعت منه بصراحه. اوعى تكون سيبته، انا بقالي فتره ما جبتلكش سيرته، انا ماليش دعوه بيك تماما. انا بقالي قد ايه ما قلتلكش على ماديسون؟ انت حر. لما كان بيجيب اجوان قلتلك وانت ما جبتوش. بس بقى تبقى صايع لو معاك فاردي اللي نزل الاسبوع ده وجاب بينالتي. فاردي اوبشن الحقيقه لطيف جدا في الفانتسي، تحسه كده سعره مش غالي قوي ولا رخيص، وغالبا تجوان ليستر 50% منها هيبقى عامل اسيست او ما كانش هو جايب الجون نفسه. اوباميانج يا جماعه اون فورم. انا عايز اعرف هو ليه ناس كتير ما بتفكرش في اوباميانج ده بدل اجويرو وتجسفوا على اوباميانج مثلا. وما تقوليش بقى عشان انت ارسنالاوي يا عم، ده هداف الدوري يعمل لك ايه تاني؟ الراجل جايب 8 تجوان زي بالظبط ما اجويرو جايبهم، بس الفرق ان اوباميانج بيديك جون كل مثلا ماتش، اجويرو فجاه يجيب لك 3. اما ليفربول فلسه السوق بتاعه مفتوح جدا، اشتروا من ليفربول يا جماعه، وماتشاتهم اللي جايه لطيفه جدا حتى الديربي اللي عندهم على ارضهم، وصلاح فايق وارنولد فايق وماني راخر بيجيب في النص، بس اوعى تتخدع في فيرمينيو، انا مش عارف الراجل ده حصل له ايه السنه دي. توتنهام وزي ما قلت لكم ان شكل كين راجع يفوق، خلاص بقى مكنه الاجوان هتشتغل ويبتدي بقى نشوف كين بتاع كل سنه ده اللي هو بينافس على هداف الدوري، مع ماتش ارسنال المحبب ليه فدي نقطه كمان مهمه جدا. استنى، غير كده اصلا توتنهام كلها شكلها راجع يفوق. لا مش عشان ماتش اسمع مين، رجع تاني لاول مره نشوف الاربعه الخطر بتوعهم يلعبوا مع بعض، كين واريكسن وديلي علي وسون اللي هم كانوا مولعين السنه اللي فاتت مع بعض، وهيريح بقى لاميلا بقى ولوكاس لما يسجلوا 3 جوان قدام اقوى دفاعات الدوري الانجليزي السنه دي تشيلسي وكلهم يجيبوا جوان واسيستات ومش عارفه ايه، وهم شكلهم هيعمل قلق. هازارد عنده مشكله كبيره، بعد ما كان نجم الجولات الاول هازارد والمحبب لدى الجميع تراجع مستواه بشكل مرعب من ساعه الاصابه، فاكرها الاصابه اللي هو راح فيها يومين ورجع دي، بس الحقيقه الموضوع مش اصابه، هازارد مشكلته الاكبر في موراتا. تخيل بقى لما يكون انت شقك كده اللي بيلعب معاك عامل لك سبب مشكله حياتك. موراتا من ساعه لما رجع يلعب بدل جيرو وهو بيجيب 5 تجوان حلو،
بس المعدل الباقي اللي حواليه كله راح في داهيه. هازارد عمره ما جاب جون ومراته بيلعب معاه الماتش، على عكس مثلا جيرو جايب معاه 7 اجوان وتقريبا 3 اسيست. ستايل جيرو مع واحد زي هازارد بينفعه جدا، زي ما كان نفع سانشيز مثلا مع ارسنال، زي ما كان بيعمل في فرنسا مع جريزمان. هو ده دوره يعني، هو جيرو ما بيعملش حاجه غير دي، بيخدم اللي وراه. في كاس العالم مثلا كان جريزمان جايب كام جون وجيرو هو ما جابش ولا جون، معاهم كده انا بسند ليكم. اما مراته المهرج فولا عارف يسند ولا عارف يجيب جون، حتى الاجوان بتاعته هطل كده. نقطة مهمة جدا، اوعوا تنسوا تعملوا تغييراتكو الجمعة في البدري، يعني معاك لستة مثلا اخرك تكون مأمن وعامل فرقتك. ليه بقى؟ كاردف وولفز دول هيلعبوا، وفي ناس كتير قوي بتغفل وتقول انا هصحى السبت الصبح اعملها، ولا الجمعة قبل ما انام كده يوم السبت هكون عاملها. لا، في ماتشات وبتاع هتتقفل قبل الماتشات الساعة 10 بساعتين، فانت أمن نفسك. اديني قلت لك. اما بقى الدوري ارزع، فسيد سمير لسه متصدر ب 913 نقطة، ما شاء الله يعني قرب يدخل على ال1000 اهو. طب لو بصينا على فرقته هنلاقيه كابتن صلاح، وابو صلاح ردله ب 16 ومعاه كمان ماني ب 9، وارنولد الثالث من ليفربول ب 14 نقطه. المهم بص الاقيه بيشجع مانشستر سيتي. بتشجع سيتي انت ازاي يعني؟ يعني سايب الفرقه كلها ومختار اجويرو بس؟ جاب له 2 يعني. بس ابوصيت بقى ذكي ان هو طلع الونسو ونزل دينيا من ايفرتون وجاب له كلين شيت. بس وامبيساكا عملها معاه في الاحتياطي وجاب له 6 بدل دوهرتي، فخ وولفز وقع فيه برضه. اما بقى طلع في المركز الثاني مصطفى كتكوت ابو الليل. هو الدوري ايه اللي حصل فيه؟ كتكوت قرب جدا ب 910 نقطه، فرق 3 نقط بس عن سيد ابو الليل. كده شكله هيجيب سيد ماندو، هيبقى اول الدوري بتاعنا سيد ابو الليل كتكوت، ولا كتكوت سيد ابو الليل. ما شاء الله كتكوت جاب 68 نقطه، اعلى من الافريج ب 18 نقطه. الراجل بقى ده محترم، مكابتن اوباميانج بدل الناس اللي كانت مكابتن اجويرو، وجاب له 16 نقطه، ومعاه برده ماني وارنولد من ليفربول والاثنين ظبطوه. لا بس هي مشيت معاه بصراحه، سيلفا برده اداله 9، ولابورتا مس عليه جامد. ابو الليل بعد تقدم واضح بالوايلد كارد المفيد جدا كام؟ 694، بقيت في المركز ال 694. الحمد لله يعني ده انجاز ان انا عديت مثلا حته 700 دي، اعلى من الافريج بنقطتين كاملين. بصراحه هو ما كانش عليا انا بس الاسبوع، الفرقه حلوه بس الاسبوع خايش يعني، في ناس نفعتني جدا. عندك سيلفا نفعني، بيكفورد كالعاده رفع راسي، ارنولد وروبرتسون الاثنين ظبطوني بصراحه. الباقي بقى جلاش بالبسطرمه، اتنينات بقى، اتنين حركه، اتنين واحد سي اف ان بينقطوني. يعني انا كنت بختار كابتن بين هازارد واجويرو وريتشارلسون، تخيل ان اختياري طلع صح واخترت اجويرو اللي جاب لي 2 احسن من هازارد وريتشارلسون. الحمد لله اجويرو جاب لي 4، الحمد لله. وما تنسوش تتفرجوا على كل الماتشات اللي انتوا عايزينها في فروعكم دور اللي قدامكم على الشاشه. ولو عجبتك الحلقه ما تنسوش تعمل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب دوس سبسكرايب وافتح التنبيهات عشان توصلك الحلقه اول ما تنزل. ولو لسه ما اشتركتش في دوري ارزع لحد النهارده تبقى مشكله، بس عموما هتلاقي الكود تحت، وكفايه رزع قوي لحد كده.